السلام عليكم متابعينا نشرة أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. حقق منتخبنا الوطني فوزا مهما على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء في ثاني مباريات المنتخبين ببطولة كأس الخليج 23 بالكويت. تقدم منتخب قطر في النتيجة بهدف المعز علي في الدقيقة 17، وعادل النتيجة منتخبنا في نهاية الشوط الأول بكرة صاروخية رائعة بعيدة من المدافع علي فايز، وعاد منتخبنا وسجل الهدف الثاني للفريق علي حصني من أول لمسة له بعد دخوله بديلا في الدقيقة 66 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة تصدر أسود الرافدين المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني الفائز على المنتخب اليمني بهدف نظيف. تجمد رصيد قطر عند 3 نقاط في المركز الثالث. جاءت المباراة جيدة المستوى من المنتخبين، واستحق المنتخب العراقي الانتصار في اللقاء لما قدمه من الأداء الفني المتماسك والروح العالية، ورغبة الفوز بدت واضحة. شهدت المباراة تألق جميع اللاعبين أبرزهم همام طارق وأمجد عطوان، وكذلك خطف حسين علي الأضواء مجددا وبات من اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة الخليجية لما يقدمه من أداء مميز ليحصل على أفضل لاعب في المباراة لتكون للمرة الثانية بعد أن اختير الأفضل في المباراة الأولى أمام البحرين. أكد مدرب منتخبنا باسم قاسم في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة انسجام اللاعبين أفضل من المباراة الأولى، ووفقنا في قراءة الأوراق المنتخب القطري. لعبنا مباراة صعبة أمام فريق كبير ومنظم وينقصنا 6 لاعبين محترفين. المباراة القادمة لمنتخبنا ستكون أمام المنتخب اليمني في ختام دور المجموعات يوم الجمعة القادم على نفس الملعب الساعة 6:30 مساء بتوقيت بغداد. نبقى مع أخبار منتخبنا الوطني، حيث أكد المدرب باسم قاسم أنه سيقدم استقالته من تدريب المنتخب بعد نهاية بطولة كأس الخليج الحالية مهما كانت النتيجة. فما هو رأيكم؟ وصل صباح أمس الثلاثاء وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العراق، وذلك من أجل الشروع بعملية فحص عدد من الملاعب تمهيدا لإضافتها لملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية. يذكر أن الزيارة ستشمل فحص ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد وملعب النجف الدولي المقرر افتتاحه قبل انتصاف العام المقبل 2018، وملعب ميسان الأولمبي وملعب دهوك وملعب السينمانية. الجميع لابد أن يدعم العراق من أجل استضافة كأس الخليج القادمة في العراق، لأن يد دور للعراق أنها تنظم هذه البطولة. العراق تستحق أن تنظم كأس الخليج. المكان وقالها طبعا وزير الشباب والرياضة، اليوم احنا توجهنا حول انه بناء البنى التحتية مهم جدا. العراق قادر على انه بجمهوره بكل الأوضاع اللي تخص الرياضة العراقية قادرين على انه بطولة الخليج تكون في العراق فرحة كبيرة. بغداد والله لو نسويها بأصغر مكان في العراق راح تنجح. سلام عليك. صراحة والله عندنا الجمهور مضيف، انت تعرف العراقيين الان، العراقيين يريدون الجميع يدخل لهم. انا قلت